هي كلمه فل، فل كلمه فل جاءت من الفعل فلت، اي ان السيف قد هزم او انكسر وكذلك القوم. ولذلك كلمه فل تجمع على فلول وفلال وافلال، ومعنى ذلك أنا نستطيع أن نستخدمها للمذكر وللمؤنث، كذلك نستطيع أن نستخدمها للجماعة والمفرد، نقول رجل فل وقوم فل، أي منهزم ومنهزمون، ويستوي فيه الواحد والجمع، وقد يجمع على أفلال وفلول، وأصل ذلك من الكسر، يعني الفلل انكلام حد السيف. فعندما نقول فلول أي ما تبقى من المنهزمين، ما تبقى من المنهزمين خاصة في الحروب، يعني من المنهزمين، من المنهزمين، المنهزمين المكسورين في معركة أو في حرب، ما تبقى منهم وقد هربوا وكذا. بشكرك شكرا جزيلا شاعرنا الكبير الأستاذ عدنان عبد الرحيم، وحدثنا من الأردن ليفسر لنا هذا المعنى بالفعل، طالما تحدث